قبل ما ارحب بضيوف الكرام، تعالوا بسرعه نطير الاسكندريه مع كريم احمد زميلي العزيز ومعاه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كريم احمد اهلا بيك. مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان بعد فوز النادي الاهلي على فريق جيما بطل اثيوبيا. زي ما قلنا كنا بنعمل ان احنا عندنا اهداف كثيره، لكن ان شاء الله 90 دقيقه القادمه في اثيوبيا باذن الله النادي الاهلي يصعد لدور 16. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، بشكل عام يا كابتن سيد بتشوف الجيم النهارده ازاي؟ اداء النادي الاهلي ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده تحديات صعبه جدا، 16 لعيب زي ما انت قلت، ما بنتكلمش في اعداد لكن بنتكلم في روح لعيبه واصرار. بتشوف الجيم النهارده ازاي؟ يعني الحمد لله طبعا يعني مكسب، بس كنت اتمنى ان هو يزيد ولو هدف كمان، لكن هي دي الكوره. يعني الحمد لله 4-0، يعني 2-0 احسن بكتير من 3-1، لكن عدد من الاهداف في الشوط الاول او الشوط الثاني كان ضايع، لكن برضو الحمد لله طبعا خلاص. يعني المباراه انتهت 2-0، نامل ان احنا ان شاء الرحمن نخش في الدوري يوم الاثنين مع النجوم، وبعد كده نسافر ان شاء الله على اثيوبيا. برضو زي ما بقول يعني عددنا قليل صحيح، لكن اصابات كتيره صحيح، لكن في النهايه عندك هدف، وكل ما كان الهدف كبير اعتقد التضحيات او العقبات او الازمات بتسهل عليك. انا عارف ان كابتن يوسف هو المنوط طبعا بالحديث على الاداء الفني، لكن بخبرتك الكبيره كابتن سيد، ما يميز فريق اليوم النهارده؟ يمكن عندهم كوره بينقلوا في نص الملعب كويس، يعني بتشوف الجيم للعوده ازاي؟ خبرتهم كويسه طبعا بالتاكيد، وهم على فكره الكره الاثيوبيه بشكل عام مش الفرقه دي بس، يعني حتى منتخب اثيوبيا حركتهم كويسه، يعني استلامهم عندهم ثقه في نفسهم طبعا. لكن ان شاء الرحمن باذن الله مع عوده بعض اللعيبه في الاسبوع اللي جاي ان شاء الرحمن نعمل نتيجه كويسه هناك باذن الله. انا عارف ان في تلاحم مباراه كبير جدا يا كابتن سيد، مباراه النجوم ضيقه مع السفر لاثيوبيا، لكن بنقول تحديات على طول، بنقول مره في فتره صعبه جدا على فريق النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم ازاي مع اللعيبه؟ لان الفتره دي محتاجه قلب ومحتاجه قوه كبيره جدا يا كابتن سيد. احنا وصفناها ان مرحله القلب الجامد، يعني خدنا 5 لقاءات من اصل 9، فاضل 4 منهم 2 في 96 ساعة اللي جايين او اللي بعد يوم الاثنين، مباراة النجوم يوم الاثنين على طول، يعني بكره وبعد بكره وبعد كده مباراة النجوم، وبعد كده هنسافر على اثيوبيا وان شاء الله الرحمن نرجع للملاقات الداخليه ثم انبي، وبعدين ان شاء الله الرحمن يبقى حديثنا يبقى طويل ان شاء الله. شريف اكرامي وعاشور عايزين نطمن عليهم، شفنا شريف كده بعد كره الثابته ما بيشوتهاش، عاشور طلع، عايزين نطمن عليهم يا كابتن سيد. عاشور لسه هنشوف ايه الاخبار، ممكن تكون جازع ولا حاجه في رجليه او كدمه، مش عارف لسه، هنشوف مع الدكتور، لكن ان شاء الله الرحمن باذن الله تبقى الامور خفيفه. يعني انا عارف ان انت بتاخد مرحله بمرحله كابتن سيد، والنادي الاهلي بياخد، لكن الفتره اللي جايه عندنا مباريات عديده ورا بعض، بتقول ايه للعيبه وشايف المباريات اللي جايه ازاي، وايه الرساله اللي ممكن نوجهها لكل؟ ما عندناش حل ولا عندنا غير اتجاه واحد وطريق واحد، ان احنا نكسب، وان احنا نكسب بروح وبعزيمه. عارف طبعا في جهاد شديد على الفرقه، عارف كده كويس على حاله اللعيبه، بتزيد من الامر صعوبه اساسا ان انت عندك اصابات، وعندك كمان يعني القائمه الافريقيه وعدد كبير، عدد من اللعيبه مش موجود فيها، لكن في النهايه برضو زي ما قلت لك الهدف طالما كبير، يعني مهما كانت التضحيات او الازمات او العقبات لازم تبقى هينه بالنسبه لك طول ما الهدف كبير. يعني اخيرا يا كابتن، كنا بنعمل في حضور عدد كبير من جمهور النادي الاهلي رغم القله المتواجده، لكن المسانده ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه جايبه احسن باذن الله ان شاء الله. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، وزي ما سمعتوا طبعا كنا بنعمل ان يكون في عدد كبير من جمهور النادي الاهلي، كان المتواجد نقدر نقول 1000 مشجع من جمهور النادي الاهلي كان متواجد اليوم، كان ليهم تاثير وكان ليهم صوت كبير في الملعب. لكن الفتره اللي جايه بنتمنى الدعم والمسانده لجمهور النادي الاهلي للبطوله الافريقيه في بدايتها، وواضح ان هي هتكون بطوله صعبه جدا. فريق جيما الاثيوبي ادى اداء مميز رغم وصوله متاخر، رغم عودته الى القاهره فجرا ما اداش تدريبات على استاد برج العرب، واضح ان المباراه القادمه في اثيوبيا ستكون مباراه قويه ومباراه صعبه جدا لفريق النادي الاهلي، لكن باذن الله تكون عدد من اللعيبه رجع لنا، عدد من اللعيبه المصاب باذن الله يكونوا دخلوا فورمه المباريات، وباذن الله 90 دقيقه الاولى قدرنا ان احنا نحقق فيها هنا نتيجه مطمئنه 2-0، نقدر نقول نتيجه طيبه حتى هذه اللحظه. باذن الله المباراه القادمه النادي الاهلي يحقق اداء ونتيجه نصعد الى دور ال 16. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال ملعب الاهلي وشاشه قناه النادي الاهلي ولقاءات خاصه هنا عقب فوز النادي الاهلي على بطل اثيوبيا فريق جيما الاثيوبي. عوده لملعب الاهلي.